مشاهدينا تحية وبعد. التحق بالعمل كمستشار بهيئة قضايا الدولة، ثم تم تعيينه للعمل بالنيابة العامة وصولا للعمل رئيسا للنيابات ثم للعمل بالقضاء. كان رئيسا لمحاكم أمن الدولة المصرية في جنوب القاهرة والمنصورة، ثم ترك العمل القضائي للترشيح لعضوية مجلس الشعب، وهو من خلال المكتب الذي يمتلكه كمستشار قانوني تم قيده بنقابة المحامين بالقاهرة وباتحاد محامين العرب وبالنقابة الدولية للمحامين. لا يكف عن دعوته للشعب المصري بكل فئاته إلى ضرورة الوقوف خلف أجهزته الأمنية وخلف قيادته السياسية والوطنية لمواجهة تلك المؤامرة التي ما زالت تحاك ضد مصر. ساهم في إعداد التشريعات في الكثير من الدول العربية ووضع العديد من الضوابط لأساليب جلب المستثمر للرفع بالاقتصاد المصري، كما ساهم في إعداد المنظومة القانونية لحوكمة البنوك، وهو المنادي دائما بإنصاف القضاة ورفع مستحقاتهم التي يرى أنها أقل من القليل. حبه لوطنه وعروبته لا يخفى على أحد، ومن منا ينسى مقاله الشهير: ماذا لو اختفت قطر عن الساحة السياسية؟ وما الذي سيخسره العرب من غيابها هذا؟ ويقصد ضيفنا هنا بقطر النظام القطري الحاكم الذي لا يكف عن العبث بمقدرات الشعوب العربية وسياسته الخارجية السيئة حسب قوله، التي لا يمر يوم عليها إلا وتنهش في الجسد العربي لصالح أجندات خارجية غربية، حيث بات الأمر واضحا وضوح الشمس ولا يحتمل التكهنات. أرحب معي مشاهدينا بضيفنا لهذه الحلقة، إنه القانوني الشهير ورئيس محاكم أمن الدولة الأسبق المستشار عمرو عبد الرازق. أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، شكرين جدا. حضرة المستشار، نبدأ معك بالسؤال الأول لهذه الحلقة حول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر وكيفية تأثر ذلك على الاقتصاد المصري، وكيف تنظر إلى العلاقة الاقتصادية القائمة في المستقبل؟ يمكن هو سؤال ذكي جدا منك وانا اشكرك عليه في مستهل الحلقه بتاعتك، لانك انت لمستي طبيعه التوامه اللي تمت في الفتره الاخيره ما بين الحكومه المصريه والحكومه الاماراتيه. وما كان للحكومه الاماراتيه من اثار ايجابيه في فترات كثيره فيما بعد ثورة 25 يناير في مصر، ثم الثورة الحقيقية التي قام بها الشعب في عام 30 يونيو. وكان للحكومة الإماراتية توجيه كبير بمحاولة ضخ الاستثمارات في كافة المجالات بالنسبة لمصر، وإن كان الاستثمار لا يوجه، إلا أن في هذه الفترة كانت استثمارات واعدة، لأن المستثمر بطبيعته سواء كان إماراتي أو مصري بيبحث على أنه يكسب. وكنا بنناشد في المرحلة اللي فاتت ديت: أنت هتكسب وإحنا هنكسب. هنا يكمن السؤال: أين هي الثغرات التي قد تجعل المستثمر الأجنبي أو الإماراتي أن لا يحقق هذا المكسب أو ذاك؟ يعني يمكن الفترة اللي فاتت تغلبنا على معظم الثغرات باستخدام قانون 7، قانون بتاع حوافز الاستثمار الجديد، وما ضمنه من حوافز كثيرة. والمجتمع الشعبي بدينا نعمل مبادرات على هذه الحوافز، والمستثمر دلوقتي وهو داخل حاسس ان هو ضامن ان هو هيرجع بفلوسه، ضامن انه هيشتغل، هياخد مساواة، هيقدر يقيم المنشأة لوحده، له ضمانات وله حوافز، عنده إعفاءات. بالنسبة للتعامل البنكي، هل يكون مناسبا بخاصة بفرق العملة؟ يعني هذا شيء بالنسبة للتعاملات البنكية في الفترة الأخيرة بعد ضوابط الإفصاح وضوابط الحوكمة الجديدة اللي اتخذها البنك المركزي، بقت من أسهل ما يمكن دلوقتي للمستثمر إنه يدخل معاه فلوسه بعملته يستثمر، سواء هيحولها سواء هيستثمرها سواء هياخد عليها ائتمان، طالما هو وسواء هي خرجت إلى خارج، وسواء إذا خرجت، لأن القانون الجديد أجاز لي إن هو يصفي، أجاز لي إن يعود بأرباحه، أجاز لي أن يضخ ويعاد استرجاع الضخ، أجاز لي أن يقوم بعمل اقتراض، أجاز لي أن يشارك الحكومة. حتى مشاركة الحكومة مسألة فيها
فيها مكسب للحكومه ولا مكسب لاي حكومه؟ المكسب الحكومه الاماراتيه ولا الحكومه المصريه؟ بص يا فندم، المكسب هنا يسمى مكسب سواء للطرف ده او للطرف ده، وكلا المكسبين الاثنين متساويين، زي ما الحكومه هتكسب زي ما المستثمر اللي داخل هيكسب، بس بيديله انهي مجال يستثمر فيه عشان يكسب اكتر. يعني لما جم قاسوا قال لك والله قد العامله في مصر ارخص، المواد الخام ارخص، فرص استثماريه اقوى، فبدات تتضخم تتوافد الاستثمارات. وسير العمل هو سير عمل يعني متناسب مع الوضع في الامارات؟ هنا الوتيرة سريعة، هل هو يعني متشابه على أرض الواقع في مصر كما هو هنا؟ في السنوات السابقة، في السنوات اللي فاتت سنتين أو سنتين ونص بالكتير، اللي هي الفترة اللي فاتت فترة إصدار القوانين والتشريعات، أصبحت السرعة متوازية. يعني أنت هنا بتخش في مصر بتقفي، وأنت واقفة في الهيئة بتقدري تطلعي شركتك، بتقدري تسجليها، بتقدري تاخدي الارض تستعتمدي مشروع. الكلام ده ممكن تعمليه كله في يوم واحد. هيدا صار كله على السيستم، كله على السيستم. يعني وانت واقفه بتقولي والله انا هعمل مشروع يعني كذا. هذا تحول كتير كبير من البيروقراطيه والمماطله الى 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 العصريه في العمل. يعني تحول بنسبه 100% بالنسبه لعمليه الاستثمار، لان الاستثمار هو بناء دوله علشان يبقى التجاذب مع بعض، لان من اقوى الاثنين اللي هيبتدوا يعملوا اندماج وتوأمة في عمليه الاستثمار سواء في التطوير. يعني دبي هي الاولى على مستوى العالم في صناعه التطوير العقاري. نسبه البطاله في مصر نسبه عاليه، بس كيف تغيرت؟ بدت تتراجع، بتتراجع ازاي؟ عايز اقول لك حاجه، زي اي دوله. هنا مثلا ناخد مثلا هنا الامارات، هنا امارات الحكومه الاماراتيه مش مشغله كل العماله، هي المشاريع هي اللي مشغله العماله طبعا. يعني المشاريع نفس القصه في مصر. احنا يمكن حصلت كبوه في مصر بعد ان حصل الاستثمار بعد ثوره 25 والكلام ده، والعمليه الفوضى اللي تمت والكلام ده، واللي الحمد لله قدرنا نتغلب عنها في المره. كان لك مواقف، حضرتك لك مواقف كبيره وكثيره ومقالات الحمد لله بمحاربه الارهاب ومحاربه الاخوان. لا يمكن الحمد لله احنا كنا بننحت في صخر، فاهمين ازاي؟ لان لو كانت اقتحمت مصر في هذه الفتره على قد هذه الفتره كان ضاع الوطن العربي كله. فهي كانت مصر الضحيه. هل فينا نقول لازالت مصر بنفس القوه اللي كانت فيها بالستينات والسبعينات؟ لا يا فندم، انا عايز اقول لك حاجه، مصر اصبحت اقوى. ليه؟ اصبحت لها ترسانه بحريه قويه، ترسانه جيش قوي، ترسانه قوات جويه قويه. دي تعمل ايه؟ دي بتديكي الامان للمستثمر والامان للاشقاء العرب كلهم. تعالي شوفي اللي بيحصل في اليمن وتاثير مصر. شاركت مصر في حرب اليمن، شاركت الدفاع مع قوات التحالف. نعم شاركت مصر. بالنسبه لما حد فكر يتكلم ان هو يبتدي يتخذ مواقف ضد اي من الدول العربيه الشقيقه اللي بيربطنا معاها اتفاقيات، كانت واقفه موقف مصر واضح. نعم وكانت وقفه، ولذا العرب جميعا يعلموا انهم هم ومصر قطعه واحده. هم حاميها ومحميها. نعم فهماني حياتي ازاي من هذا عكس باك الدول حاميها حراميها. لا 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 عايز لا لا حاميها حراميها دي حاجه تانية. دي في القطاع بتاع الارهاب. نعم. اللي انا نعم. في وقت من نحن حلقتنا ليست سياسيه، ولكن حضرتك بما انك رئيس محاكم امن الدوله سابقا لك تجربه مع كل ما كل العناصر والتنظيمات التي كانت تهدد امن الدوله، ولكن اليوم لاني تجربه كادت ان تقضي بحياتي في فتره من الفترات. حنحكيها يمكن بالجزء الاخير، لانه لازم يجب ان نشارك تجربتك مع المشاهد، خاصه المشاهد الذي يعني حضرنا عبر قناه حواس. سؤالي لك هو قطاع، نحن في الصيف وقطاع السياحه المصري نشط، شو هي العوامل التي ادت الى تنشيط السياحه في مصر لهذا العام عام 2018؟ اكثر من عامل. اول حاجه الثبات الامني اللي ادى للسائح انه يجي يصيف او يعمل تورس وهو في امان. نمرة اتنين، تتمتع عندنا المنتجعات السياحية بحاجة جديدة مش موجودة برا. شو هي؟ الاثار، الشمس، البحر، الغوص، مناطق سياحية كتير سواء شرم او الغردقة او الساحل الشمالي والجونة. بدأت الجونة عندها تطوير ومرسى مطروح. ده تطوير
جذري في هذا المجال. نعم. بالإضافة إلى أن احنا الحمد لله قدرنا نأمن ما حاولوا أن هم يضربونا فيه من هو يضرب السياحة ويقول لك هي سياحة غير آمنة. الحمد لله مرة طلعوا خبرية القروش والتركيبات والأفلام والإشاعات. نعم. محاولات لضرب للتخويف. السياحة. نعم. الحمد لله قدرنا نتغلب في سياسة حكيمة, في خطة من وزارة السياحة مرتبة إزاي السائح دوت مش بأقل سعر بأحسن سعر هيجي هيقضي الويك اند بتاعه, لان انا في عندي ممكن يجي سياحه علاجيه, عندي سياحه علاجيه, عندي سياحه ثقافيه هيلاقي سياحه ثقافيه, عندي سياحه دينيه هيلاقي سياحه دينيه, عندي سياحه اللي هو اليخوت والرفاهيه. نعم. لا عندي سياحه الغوص, عندنا الدورات والكلام ده, ودي بدات سياحه تروج. رياضيه اذا وسياحه نعم. رياضيه بدات تروج الحمد لله, ويمكن بدأت الروس والألمان والإنجليز والأمريكان بدأوا يحطوا على خريطتهم أنه يجي هنا أحسن له من هو ينزل الفور إيست أو ينزل في أي حتة تانية. ليه؟ لأنه هو عايز ينزل يقضي أسبوعين مش بتكلفة عالية قوي, بس يشوف حاجات جديدة. الحمد لله. طيب هذه بالنسبة للسياحة وقطاع السياحي, ماذا عن خلينا نحكي هيك الأمور ببساطة أحمد مثل ما هي, لقمة العيش للمصريين؟ يعني دايما بنشوف الرواتب غير متناسبة مع غلاء المعيشة, هل هذا الشيء صحيح أم مبالغ به؟ ما أقدرش أقول لك شيء صحيح بنسبة 100%, وما أقدرش أقول لك أنه مبالغ فيه بنسبة 100%, إنما نقول أن هناك في بيبقى بعد كل ثورة أو كل انقلاب أو كل تغير سياسي بعض الطفيلات اللي هم بيعيشوا على قوت الشعب, ودي الحمد لله الحكومة بتتخذ فيها إجراءات. فهناك تجارة هي تجارة في منتج وفي موزع وفي تاجر جزاء, ففي حصلت فجوة ما بين المنتج والمستهلك بالتجار دول, بدوا يغلوا الأسعار, وبدت الدولة في السنة اللي فاتت ديت بدت تاخد موقف شديد من التلاعب بقوت الشعب وبقت تجرم هذه. في عندنا مثل مصري بيقول المطر المرض بينزل من السماء والشفة بيطلع من الأرض. يعني انت تبقي قاعدة يجالك سكتة قلبية, جالك شلل في دقيقة, انما عشان تتعالجي من الشلل دوت بتقعدي 6 أشهر سنة. هو ده اللي حصل مصر. احنا مصر جالها مرض اسمه إرهاب واسمه إخوان واسمه والعالم كله عارف. ما هو الرد المصري على صعيد الإعلام على الحملة التي أرادت تشويه مصر, أرادت تبيان بعض الأمور يعني بعكس ما هي, إن كان من حيث تجارة البشر أو من حيث تجارة الأطفال أو من حيث الوضع الاقتصادي المزري أو من حيث الجوع والفقر وكل هالقصص السلبية, كيف كان رد الإعلام المصري على هذه الحملات؟ إلى حد ما الإعلام المصري حاول ياخد موقف, بل بالأخص صدر في خلال 48 ساعة اللي فاتوا من مجلس الشعب قانون بتاع الإعلام علشان أنا الإعلام لما يقول معلومات حقيقية, ومحاربة الإعلام الخارجي الغلط. أنا اللي بيهاجمني من برة أنا من حقي أن أتعامل معاه كجرائم دولية, أما اللي بيهاجمني وهيتوصل لإعلامي ويبتدي يزيع غلط, ما هو إما تكون جرائم أمن دولة أنه بيسيء إلى سمعة الدولة في الخارج, لإما بيبتدي يزيع أخبار خطأ. يعني في إجراءات جديدة, في إجراءات أنا بقول حتى يعني مواكبة في دول الخليج أيضا في الإمارات والسعودية هناك إجراءات شديدة وصارمة. بالزبط. قرأت خبر اليوم بيتعلق بأي خبر كاذب وضد أمن الدولة على جوال إذا حفظته في السعودية هذا يعتبر جريمة مخلة بالأمن. بالضبط. أنا عايز أقول لك حاجة, أنا مجلس البرلمان المصري امبارح أو أول امبارح أصدر قانون بتاع الإعلام وحماية الإعلام وضوابطه والصحافة والكلام ده علشان نعمل إحكام. هذه الشاشة السوداء هي تبص في العالم كله. لا سميت الحقيقة. الشاشة هي الشاشة البيضاء كانت ولا هو بص ولا صارت سوداء الشاشة السوداء في بثها للإعلام الخاطئ والشاشة الناصعة في بثها للحقيقة. فهمني حياك إزاي؟ هي نوعين وهي السوداء بالذات, فنحن جهزنا لها معاول التحطيم. حلو جميل جدا. والشاشة البيضاء نعم. ها قد مديناها بكل الدعم. الأطراف والدعم والدعم والدعم, والدعم, والدعم.
أستاذة عمرو عبد الرازق، أنا الأول نتوقف مع فاصل إعلاني ومن ثم نعود ونستقبل حوارنا معك. سنتحدث عن حياتك المهنية وأيضا عن محور آخر يتعلق بالقوانين الدولية والقوانين المصرية بالذات. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، سنعود الرواد. عدنا الرواد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وضيفنا هو عمرو عبد الرازق رئيس محاكم أبو الدولة سابقا وأيضا مستشار اقتصادي وقانوني. أستاذ عمرو، السؤال يعني سنواكب ما حصل من أحداث مؤخرة، الحكم الذي صدر بما أنه حكينا قبل الفاصل على الإعلام بحق اللبنانية المذبوح منى أو ندى، ما بعرف شو اسمها، لأنه أنا ما قدرت أحضر شو قالت لأنه كلامها لا يمثل لبنان ولا يمثل اللبنانيين وليس كلام إعلامي ضمن يعني المفهوم الإعلامي. هو تجربة صارت معه، يبدو أنه هي كما قال الوالد عبر خروجه يعني ظهر على منابر لبنانية وقال أنها هي مريضة، بس أنا أريد منك تشخيص قانوني لهذه الحالة. أولا هذه جريمة معاقب عليها، نزلت قصاد محكمة وقضي فيها، وهناك استئناف لهذا الحكم، وهذا الحكم ما زال متداولا ولم يفصل فيه حكم نهائي. يعني فينا نقول هي تحت الإقامة الجبرية، هي موجودة في لازال، هي موجودة مسجونة هي. وهذه القضية هي قضية حطها القانون المصري بعقوبة. عقوبة السجن 12 سنة نزلوها 8 سنوات. نزلوها 8 سنوات. هي 8 سنوات لأن هي عقوبتين ها وفي ارتباط بينهم. يعني في نشر فيديوهات وتحرش والكلام ده وازدراء الاديان. هو فيديو واحد اللي قالته هذا الكلام اللي تم تداوله. هي سائحه وجدت مصر، ما الذي دفعها لانت يعني هل هناك يعني وراءها حدا يعني هل توصلتوا من خلال بعد اذنك هذه سريه التحقيقات، طالما القضيه شغاله ما نقدرش حد يتكلم فيها، انما كل اللي نقدر نقوله إن أي من كان على الأرض الوطنية وفقاً للقوانين سواء في مصر أو في لبنان أو في دبي أو في السعودية بيقول لك في نطاق مكاني للجريمة ونطاق يعني يطبق مكاني عليها القانون المصري، بيقول لك والله أنت قعدت على أرض مصر يبقى بتطبق عليك قوانينها المصري زي الأجنبي. إحنا عندنا مصريين ارتكبوا مثل هذه الجرائم وبيعاقبوا عقاب النشر والتحرش والكلام ده. أنا هي قدح وذم وليس حاجة. أنا حكمت على واحد أيام ما كنت في أمن الدولة سنة 91 علشان كتب كتاب في ازدراء الأديان. مين ها؟ أنا قريته هالكتاب يمكن علاء حامد، واحد مشهور هو. هو صحافي كاتب يعني. كان صحفي علاء حامد لما عمل كتاب مسافة في عقل رجل. نعم، كنت ساعتها رئيس محكمة الدولة وحكمت عليه بثمان سنين. طب هل نحن هون لازم يجب الفصل؟ أرد عليك في الحته دي. انا عايز اقول مبدا عام، طالما دخلت دوله قوانين الدوله ساريه عليك، احترم هذه الدوله وقوانينها. ماليش دعوه بقى انت مجنون، انت سليم، انت حد وزك، انت انما طالما ارتكبت فعل زي بالظبط لما اجي على ارض دبي وارتكب خطا والله انا تعبان، انا نفسيا ضعيف، طب ما انت اسات ليا في البلد اللي مستضيفاك، انا دخلت بيتك ها وكسرت فيه حاجه، دخلت بيتك اللي هو هنا او في اي حته وكسرت فيه حاجه واقول لك انا ضيفك. يمكن لو هي صارت يعني في تقاليد عربيه يمكن الناس ما بتعرفها، انه لما يكون الواحد ببيتك او انت مستضيفه بدك تحترم تقاليده وعاداته وما بدك تحكي عن عيوبه، يعني هذا حسن الضيافه. بس يعني لو صايره هالقصه بالخليج كانت كارثه. انا عشان كده بقول لحضرتك انا كمبدئي ويمكن معروف عني، يقول لك ايه عمرو عبد الرازق لا يتكلم عن الاحكام لان الاحكام حجيه وتحمي نفسها، نتكلمش في الاحكام. قضيه صدر فيها حكم فحكم لا حجيه ولا قدسيه ويقع في الروس الى ان ينتهي. بل بركي هناك خطا بتصنيفها. تصنيف ايه؟ ان هي قدح وذم على وسائل التواصل الاجتماعي، منا وسيله اعلاميه. يبقى في بعد اذن حضرتك حكم. وهي لا هيدي البنت لا تشكل يعني هيدي حاله فرديه، لماذا تم تعظيمها؟ اللي تم تعظيمها اللي كنت بقول لك عليه، السوشيال ميديا، التواصل، من زج بها هو اللي نزلها
وهو اللي عمل لها شير بين الصحافة والمواقع علشان تبقى اسمه مكتوبة وحب. إنما ما في زيها 100 قضية في مستوى العربي شتم وتشتم وخدوا أحكام. تأمني حياتي إزاي؟ هلا يعني مفروض الشتيمة هي غرامة مالية وليس يعني سجن. في فرق بين الشتيمة ها والجريمة المتهمة بها. الجريمة التي أحالتها بها النيابة هي إيه؟ التحرش والتشهير وازدراء الأديان. هي تقول إن هن تحرشوا فيها مش هي يعني. بإذن حياتك هذا تحقيقات وما حوته والحكم انتهى ولا محامين تستأنف لو هي على حق بتاخد حقها. ليه بقى؟ لأن القضاء المصري مبعد عن الأعمال السياسية. ما يأثرش فيه طبعاً بقى. هي الألفاظ اللي تلفظت فيها غير معقولة يعني لا يوافق عليها أحد يعني. بدليل أنها أصدرت برضو رسالة تانية وبعتذر وحقق عليا وأنا غلطانة وأبوها طلع موائل أبراش قال لك دي مجنونة. طب مجنونة على نفسها؟ يعني زي مش من يدعي الجنونة ها يلتمس البراءة. فهي قضية وفي المحكمة في قضايا مرقت بالتاريخ بتشبهها سابقا. في بقول لك في واحد كتب كتاب غير الكتب عم نحكي حدا مش معروف يعني حدا بعد إذن حضرتك. المحاكم المصرية مليئة بالدعوى البلاغ الكاذب ودعوى القذف ودعوى التحرش ودعوى الازدراء. هل تعتبر هذه القصة ممكن تؤثر على العلاقات اللبنانية المصرية فيما بعد؟ ولا تأثر. متهمة أخ ارتكبت جريمة وبتنظر ومحاميها بيحضر عنها وبيدافع عنها. صدر عليها حكم فهي مدانة وتنفذ العقوبة بالضبط زي اللي تمسك بالمخدرات. هل معنى واحد لبناني دخل مصر وتمسك بمخدرات أطلعه براءة؟ هل واحد مصري دخل لبنان وتمسك بمخدرات وهل بقى الحكومة المصرية تطلب من لبنان تطلعه براءة؟ هو طيب. شخص بما أنه عم نحكي عن أمثلة من الحالات الفردية خلينا نأتي على ذكر الممثلة والفنانة زينة التي دخلت الأراضي المصرية وأصبح هناك إشكال بينه وبين عائلة أمريكية بسبب تصوير أنه حدا عم هي تقول أنه تم من خلال اطلاعك على هيك مسائل. بعد إذن حضرتك هي مخطئة أو مخطئة فيما أثبتته وأن دولة الإمارات اتخذت من الإجراءات القوية وأنا بؤيدها فيها كدولة ها فيما اتخذتهم الإجراءات وبلغات قدمت لها ودولة الإمارات هي التي سمحت لها ها بالخروج على أن تتعهد بأنها تيجي في وقتها. دي تقديرا يعني هو ممثل التحقيق أو ممثل سلطة الاتهام هو اللي بيقدر يقدر يجيبها ولا لا يقدر يحولها اتهام ولا لا. إنما هي طالما ارتكبت فعل خاطئ على دولة بتعاقب هذا الفعل فأنت مذنبة. سلطة التحقيق هتثبت بقى إذا كانت كلام زينة صح أو كلام الأمريكاني صح. سلطة التحقيق وشأنها ومحدش يقدر يقول لهم كيف حاجة. فينا نحكي عن القضاء الإماراتي أو نوصفه من خلال تجربتك؟ كيف يمكن الجزم بمسألة القانون الإماراتي الاقتصادي والمدني وكل والأحوال الشخصية وكل المسائل؟ القانون الإماراتي الحمد لله يشابه القانون المصري بنسبة مثلاً 98%. كيف ما فسر لنا إياها هيدا؟ يعني يقال إنه هون في تماثل كبير بالغرب. أيوة. أما عشان كده بقولك إحنا المجوم هنا في الإمارات مصر مجال القانون لها باع من أيام الدكتور السنوري من زمان. هنا أما بدأت إنشاء منظومة القانون والمحاكم في دولة الإمارات ها بدأت مؤخرة فبدوا يستعينوا بالمستشارين والدكاترة والمصريين علشان ينشئوا المنظومة القانونية. فأغلبها أنشئت على غرار المنظومة القضائية المصرية سواء المحكمة المدنية أو الجزائية أو محكمة التمييز وهم غيروا مسمياتها. إنما هنا القانون قوي جدا. هنا الميزة هنا إن هو بيطبق بصح بيطبق تطبيق حقيقي. مفيش فيه بطء في الترافع مفيش فيه تدخل فيه مفيش فيه اي انحراف. انما الناس بتشتغل حتى اي جرائم ترتكب يتم الكشف عنها بسرعه يعني هنا في حتى بالتحقيق الجنائي. التحقيق الجنائي هو يعني خير مثال على توصل الى الحقيقه. في اغتيالات بتصير برا يعني
في دول عديدة ما بتعرف مين اللي مرتكبها. إنما نتكلم هنا في الإمارات دولة فيها تكنولوجيا، فيها مراقبة الدخول والخروج، ها، وبيطبق القانون بحق. يعني فاهمة زي القوانين دي كلها سواء في الإمارات أو في دبي أو في الكويت أو في البحرين أو في مصر، كلها قوانين يعني نقول منسوخة من بعضها، متجانسة منسوخة من بعضها. هي بتقف على التطبيق، سهل جدا انك تعمل قانون، انما صعب جدا انك تطبقه. هنا عنده اجاده في التطبيق واجاده في فهم القانون واجاده في كشف الحقيقه. بما انه عم نحكي عن هذا الموضوع لابد ان نستذكر تاريخك وناتي على ذكر مسيرتك المليئه بالتشويق. تعرضت للاغتيال اكثر من مره، وأنت ضد الدين واستخدامه في السياسات الخارجية. بالضبط، الكلام ده حقيقي. لأن أنا أيام ما كنت في أمن الدولة وأنا لسه في القضاء كنت ماسك ملف الإرهاب، وكان فيه حاجات كتيرة تعرضنا ليها، ويمكن بعد الثورة في محاولة لخروج الفئران من جحورها، ها، كان لنا يجب ان يكون لنا وقفه. الدين للديان والوطن للجميع. فلا يجوز ان استغل سلاح الدين علشان اعمل عمليات ارهابيه. ومن هذا المنطلق كان لنا اعاده صياغه او اعاده توجيه للضربات القانونيه لمثل هؤلاء الناس. وهي دي اللي خلتني ابقى على قائمتهم. انما احنا لن نخاف ولن نسمح بارهاب ولن نسمح بأن أحد يستغل الدين لأغراض شخصية. أنت منادي دائما برفع مستحقات القضاة، وكان ليك صوت عالي بهذا الموضوع، كنت مدافع ومناصر للجسم القضائي بحقوقهم. عايز أقول هذه حاجة، القاضي هو من يأتي لي بحقي ويأتي لك بحقك. إذا لم أعطي لهذا الشخص حقه فكيف أطلبه أن يأتي بالحق للناس؟ أعطي لهذا الشخص مستوى الاجتماعي، والحمد لله في الفترة الأخيرة بدأت بقى مستوى القضاء عندنا أحسن من الأول. أي نعم القاضي لا يفكر في مبلغ وإنما هو بيعمل حسبة لوجه الله، إنما احنا شايفينه تعبان القاضي سواء في مصر او في الدو امارات. بس في قضاة كتير يعني اسمح لي اقول اياها، يعني اصبح هناك شيء معروف عن الرشاوه داخل الجسم القضائي المصري. عايز اقول لك حاجه، هذه شرذمه. الطبق القضائي، الهيئه القضائيه عامله زي الطبق اللبن الابيض. النقطه اللي في رفع راس الدبوس بتوسخه كله، بعكس اي مهنه تانية. اي مهنه تانية القضاة اللي ارتشوا هل تحاكموا؟ كله ما فيش عندي اسم قاضي بيرتشي. اللي بينحرف هناك جهاز. انما انت لما بتبقى عندك مثلا هيئه فيها 5000 واحد، اما يقع فيها واحد الكمال لله وحده. فاهماني حضرتك ازاي؟ الكمال لله. وهذا نتيجه ايه؟ احنا عشان كده لما بييجوا يعينوهم دلوقتي بيعملوا تحريات عنهم. انما الجسم القضائي هو جسم سليم. شو رايك بالنفضة في هذا الجسم اللي اتت على ادخال شباب يعني صار في مجموعه كبيره من القضاة الشباب في مصر؟ هذا ظاهره جديده ما كانت قبل يا فندم موجوده، لان انت بتاخديه، ها، كل دخول القضاء بيبتدي من باب واحد وهو النيابه. بيتعين في النيابه اللي بيتخرج من كليه، بيتخرج من كلية عنده 22 سنة 23 سنة، بيتعين في النيابة، بيقعد لغاية ما يبقى 30 ويبقى قاضي. فالقاضي دايما معروف سنه من 30 فوق ال 30. فما فيش عندي شباب. إذا كان ال 30 من 30 ل 40 بس في أسماء لمعت من الشباب. أنا هذا اللي بدي أقوله، بيبقى لقوة هذا القاضي في عمله. فاهماني إزاي؟ ولمحاولة تسليط الإعلام إن هم بيحاولوا يسلطوا على بعض القضاة، وهو ده
غلط، واحنا نبهنا الاعلام وقلنا لهم يا جماعه في مواد في القانون بتعاقب على من يتحدث على قضايا منظوره. يعني القضاء بده يكون بعيد كل البعد عن الاعلام وعن الظهور الاعلامي، ولا يجوز له انه يطلع في التلفزيون، ولا يجب ان يكسب شو بيقولوا المجد له، او ينسب ينسب الانتصار له او المكسب. احنا عندنا وفقا لقانون السلطه القضائيه من يتحدث في التليفون بيتم التحقيق معه، من يعطي تصريحات تحقق معه. مش مسموح لنا. في اذونات معينه، في نعم؟ في اذونات معينه يعني يؤخذ في جهات معينه وبياخد اذن من مخوله. شاركت في اعداد منظومه قانونيه للبنوك في مصر، وايضا شاركت في تحديث ربما نقابه المحامين يعني ببعض البنود اللي بتتعلق بالانتساب وكيفيه الاختيار. والله عايز اقول حاجه احنا من خلال موقعك كمستشار للعديد من البنوك احنا بدينا نحط ضوابط كتيره في الائتمان وفي الافصاح وفي الحوكمه علشان نفصل الاداره عن الملكيه ونوصل الى ائتمان حقيقي يحقق النهضه ما بين المستثمر والدوله واداره مواردها. والحمد لله وصلنا لمرحله كبيره ان البنوك بتاعتنا عدت من منطقه الرمادي، وانشأنا وحده غسيل اموال، وحده الرقابه على البنوك، وحده التفتيش على البنوك، ويعني حاجات كتيره الحمد لله ادت بينا ان احنا بقت مصر يعني متقدمه في النسبه للعمليات البنكيه قوية جدا في إدارة رأس المال. بالدليل ان احتياطياتك طلعت، بنعمل موازنة حقيقية لسعر الجنيه والكلام ده كله. ومن خلال بقى علاقاتنا وما يطلب مننا بنعيد الهيكلة لبعض النقابات والأجهزة في إطار الضوابط العامة. حضرت المستشار تركت الجسم القضائي والعمل بالقانون وترشحت لعضوية مجلس الشعب، شو اللي دفعك إلى ذلك؟ حبك للوطن وعروبتك، ولا حبيت تخوض مغامرة غير محسوبة؟ لا يا فندم، بصي، مصر يتخاصمها ثلاث سلطات. في حاجة اسمها سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، وكلاهما على قدم المساواة. فالقاضي زي عضو مجلس الشعب زي اللي بيعمل في الجهاز التنفيذي. إنما عندما تحولت من أن أنا أنتقل من سلطة إلى سلطة، يعني أنتقل، عندنا لا يجوز الجمع ما بين السلطتين، ما ينفعش أجمع ما بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية. لوجود فقر في التشريعات وتضاربها، وكان يجب أن نمد بأسلوب جديد أن احنا نتعامل في هذا التشريع وفي الضوابط والكلام ده، مما كان يمنعه علي وجودي في هذا العمل القضائي. ففي الحالة دي فكرت ان انا بسيب المرحلة ديت، انا اديت فيها بدلوي فترة كبيرة، فكان يجب ان اتجه الى ان ادلي لهذه البلد الذي علمتني وثقفتني بدلوي في مناطق كثيرة تانية. هذه التجربة تصفها تجربة غنية رغم انك ما قدرت توصل للبرلمان. تجربة استفدت منها اكتر ما استفدت من القضاء. كيف؟ تعاملت مع كافة طبقات الشعب بعد أن كان القضاء يمنع عليك أنك أنت تتعامل مع أي من أفراد الشعب. تعاملت مع كافة الجهات، وصلنا إلى حلول إزاي نحل مشاكل الناس من خلال التشريعات ومن خلال إجراءاتها والكلام ده. عم بقرأ بعض النقاط بخبراتك العلمية، في كتير نقاط منها برامج تشغيل الشباب، خفض نسبة البطالة، عملت الكلام ده، جلب المستثمر للرفع بالاقتصاد المصري، منظومة قانونية مثل قلنا للبنوك، أيضا خدمات وطنية لمحدودي الدخل، رفع المعاناة عن شباب الخريجين، وأيضا تطوير العشوائيات والجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية. كيف ممكن إصلاح هذا النقطة الأخيرة يعني في يمكن مثل؟ عشان برضو أربط لك الآخر بالأول، يمكن الحمد لله أنا من في الفترة العشر سنين اللي فاتت أو الثمان سنين اللي فاتت عملت كأكبر سبع مبادرات، سواء لتشغيل الشباب أو لحل مشكلات المستثمرين أو لتجديد مقولة الجمعيات الأهلية، ووصولا لحل مشاكل العشوائيات وشباب الخارجين، والحمد لله أصفرت وجاءت بثمار كتيرة بدأت تتعدلها قوانين.
أنا أشكرك المستشار عمرو عبد الرازق على حضورك معنا، رئيس محاكم أمن الدولة السابق، وأيضا أنت عضو بنقابة المحامين بالقاهرة وعضو بنقابة النقابة الدولية للمحامين وباتحاد المحامين العرب، والكثير من المناصب ذكرناها في المقدمة مقدمة الحلقة. أشكرك على حضورك هنا معنا في مكاتبنا في دبي. شكرا للاستضافة. شرف لي فن. شرف لي فن. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، نلتقي بكم بالأسبوع المقبل، لا تذهبوا بعيدا، تابعونا.